بداية هو حاليا احنا بشهر اكتوبر شهر التوعية بخصوص مرض سرطان الثدي، التوجه العالمي نحو التوعية بخصوص سرطان الثدي. نعم. الفكرة انه لازم كل السيدات بكل الاعمار تتوعى بين تفرق بين الطبيعي والغير طبيعي. نعم. اللي ننصح به انه ممكن تعمل فحص دوري بشكل شهري بعد ما تنتهي من الطمث بالايام الثلاثة الى خمسة من انتهاء الطمث، تعمل فحص دوري تنتبه هل في كتلة جديدة، تغير بشكل الثدي، تغير بالجلد. انصحتي بموضوع الكشف الذاتي، ولكن مش كل السيدات يعرفوا طريقة الكشف، هل ممكن حضرتك تورينا؟ ممكن، جدا بسيط الأمر. نعم. ممكن أنه نعلمهم طريقة الكشف بشكل دوري. يا ريت تورينا دكتورة لو سمحتي. هذا الكشف دكتورة حكيتي بعد الدورة الشهرية بثلاث أربع أيام، بين ثلاثة إلى خمس أيام. أوكي. الكشف حيكون بوضع الوقوف ووضع التمدد. نعم. الفكرة الأولى تكون أنه أمام المرآة تنظر أنه الشكل الخارجي للثدي، هل في تغيرات من ناحية شكل الثدي أولاً، حجم الثدي، منطقة تحت الأبط زي ما حضرتك ذكرتي في بالضبط حوالين الحلمة، هل في أنه تحس أنه تشوف أنه في تغيرات بالشكل الخارجي، حمار، تغير بشكل الجلد، شيء ينبهها أنه الشكل غير طبيعي. الأمر الثاني أنه الوضع الأول أنه تضع الأيادي مزدلة للتحت. الوضع الثاني تخلي انه الايادي على منطقه الورك وتنحني قليلا للامام. نعم. امام المراه. نعم. تشوف هلا انه في تغير بالشكل، اذا ما في تنتقل للخطوه التاليه. الخطوه اللي بعدها انه تضع الايد خلف الكتف بهذه الصيغه. نعم. وتشوف. هذا عن طريق النظر، الخطوه الاولى عن طريق النظر. الخطوه اللي بعدها ممكن انه عن طريق اللمس. تبدي انه تنظر الى الثدي كانه تحرك الايد بشكل بالأصابع الثلاثة. بالأصابع الثلاثة مو براحة اليد، بالأصابع تضغط بشكل بسيط وبعدها بشكل أعمق. نعم. بشكل كأنه مع اتجاه عقارب الساعة، حوالين تبدي من منطقة حوالين الحلمة تتحول. نعم. بشكل دائري. نعم. لحد ما أنه تشوف أنه هل أنه النسيج هو متجانس، ما في كتلة، ما في، ولا تنسى أهم شيء أنه منطقة تحت الأبط. وتكرر العملية بالطرف الثاني، إذا ما شافت شيء، ما حست بشيء غريب، تسوي هذا الفحص وهي مستلقية على السرير. نعم. تعيد هذا الفحص باليد، إذا ما كان في مشكلة تكرر هذا بشكل دوري بشكل شهري. يعني دكتورة مجرد طبطبة، يعني مش لمس بشكل بسيط وبعدها بشكل أعمق. ضغط بأطراف الأصابع. سمعت أنه هو الأفضل يندار بعد الاستحمام، لأنه يكون فيه ريلاكسيشن أو استرخاء للعضلات فتقدر تكشف. ممكن يكون أفضل يعني، بس هو التوقيت أهم، توقيت بالشهر. والأفضل النساء مثلا اللي داخلات سن اليأس ما عندهم طمث يحددون يوم بالشهر يكون نفس التوقيت. نعم. تمام؟ طيب دكتورة شن توجهي نصيحة أخيرة للسيدات؟ النصيحة الأساسية هو نمط الحياة، نمط التغذية. مثل ما نعرف أنه مرض سرطان الثدي الأساس فيه هو مرض جيني، أنه تعرض جيني وبالإضافة إلى نمط الحياة من ناحية الستريس، نمط الأكل. يعني ننصح السيدة أنه يكون الأكل هيلثي من ناحية الخضار، الحمضيات، الفراولة، البيريز، التوت، يعني هذول الأكلات جدا مفيدة بالنسبة أنه للوقاية من سرطان الثدي.